أدخل الله السرور في قلبك في الدنيا والآخرة إن شاء الله. وقد اتصلت بالأخ حيدر هنا ببلجيكا وتحصلت على كتابكم يعني الفاحشة، والحمد لله يعني وأتتبع كل دروسكم، وبفضلكم وبفضل قناتكم يعني تأكدت أنني أعرف صحيح والحمد لله. رغم كل الضغوطات يعني الأهل كلهم بكريين والأصدقاء، ويعني تعرف هناك كثير من الحجازيات والحمد لله. أنا لا أخجل من ذلك، أنا أعلنها صراحة أمام الجميع والجميع يعرفها الآن. ما شاء الله، هنيئا لك يا أخي الكريم، قر عينا بالجنة إن شاء الله تعالى، قر عينا. قد اتخذت الطريق الصائب لا شك وطريق الحق، وهل يكون الحق إلا مع محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. هنيئا لك. قل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا. أشهد أن أمير المؤمنين عليا. وفاطمة الزهراء. وفاطمة الزهراء. وأبناءهما المعصومين. وأبناءهما المعصومين. حجج الله. حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. وأبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر. من أبي بكر وعمر. وعثمان. وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر. أشهد أن أبا بكر وعمر. وعثمان. وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في النار. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل ولده والعان. بشرك الله بالخيرات، وأقر عينك لجنة الخلد إن شاء الله مع نبينا وآله عليهم الصلاة والسلام. هنيئا لك. التزم إن شاء الله بالتقوى، فإن تلك وصية أئمتنا عليهم السلام، والتزم بالورع، تلك هي وصيتهم. وكانوا يقولون كيدوا، ما مضمونه كيدوا بالورع أعداءنا. بارك الله بك يا شيخ. يعني وأنا أريد يعني أن أكون يعني في اتصال بقناتكم، وأعرف أن هذا غير ممكن، يعني إذا كان لي أي سؤال أو أي شيء، لأن عندي كثير من المناظرات أو مناقشات مع البكريين في كل يوم، يعني هناك أسئلة يعني على الرحب والسعة يا أخي، على الرحب والسعة نخدمكم إن شاء الله. اترك فقط هاتفك عند الإخوة في الأسفل، يعني ابقى على الخط، والإخوة إن شاء الله موجود في المكتب. إن شاء الله موجود الرقم إن شاء الله. أخي محمد، أنت في بلجيكا تقطن؟ نعم. هل لديك إن شاء الله جنسية بلجيكية؟ نعم. تستطيع إن شاء الله أن تشرفنا هنا في لندن وتحضر احتفال هلاك عائشة الأسبوع القادم، وأي استفسار عندك وجها لوجه يجيب عليه سماحة الشيخ إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله بك. أخي محمد، أنت كنت تعتنق المذهب البكري، أي مذهب كنت؟ شافعي، حنبلي، مالكي؟ المذهب المالكي.
نعم يا أهل المغرب عادة. وبدأت البحث قبل شهر تقريبا؟ لا البحث يعني من سنوات يعني، ولكن كان بحث يعني غير مستمر. نعم. لكن عندما بدأت يعني أتابع الفضل الكبير لقناة فدك والحمد لله، ومحاضرة الشيخ، إننا أعتبر الشيخ مرجعي. استغفر الله، جزاكم الله خير. حتى يعني كنت أريد أن أسأل الشيخ عن يعني المرجعية، عن أي مرجعية يجب أن أتخذ، يعني هناك مسائل كثيرة. لهذا قلت لكم يعني إذا أمكن أن أكون باتصال مستمر إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. وتستطيع أن هناك تغيير جذري يعني، يعني من مذهب إلى مذهب آخر. نحن يعني في المغرب نشأنا وتربينا يعني على المذهب البكري الخالص، يعني من الصعب يعني تغيير يعني فجأة هكذا. صحيح. والمجتمع البكري عندنا لا يقبل هذا، يعني هناك كان هناك اجتهاد من جانبي في الآونة الأخيرة والحمد لله. صحيح. تستطيع أن تتواصل معنا وتأخذ أرقام هاتفي الخاص والفيسبوك والتويتر الخاص في القناة والإيميل. أي سؤال عندك، نعرف أن عملية الانتقال صعبة، وكذلك لدينا أخينا حيدر وجيه في بلجيكا وكيلنا هناك، تستطيع التواصل معه وسؤاله عن أي سؤال تحب. نعم نعم. عندي الهاتف للأخ حيدر، يعني أنا التقيت بالأخ حيدر. نعم الحمد لله. حصلت على الكتاب من عنده، وأنا يعني أقدر يعني أستطيع أن أتصل به بسهولة. نعم نعم. ونحن كذلك إن شاء الله نعطيك أرقام هواتفنا وتستطيع الاتصال معنا في أي وقت. وأترك إن شاء الله راح أتصل عليك وأبعث لك مجموعة من الكتب إن شاء الله، وأبعث لك الرسالة العملية لسماحة المرجع السيد صادق الشيرازي الذي ينصح به سماحة الشيخ دائما بتقليده، لأنه الأعدل والأعلم إن شاء الله. إن شاء الله. ويعني شكر جزيل يا شيخ. الشكر لكم. الله بكم. ونسأل الشيخ يعني الدعاء الشيخ إن شاء الله. يعني إن شاء مرجعي الله. أنا أعتبره مرجعي والحمد لله. استغفر الله. لا يا أخي لا نتورط. جزاك الله خير الجزاء، بارك الله بك، الله يحفظك. الحمد لله. أهلا وسهلا بك يا محمد. أهلا وسهلا ومرحبا. احنا شيخنا الحمد لله مع اقتراب ليالي الغدر دائما كل سنة تشيعون على هذه القناة أكثر من شخص. الحمد لله. بشائر تتبعها بشائر إن شاء الله.